هاي يا حلوين، كليو حابه تعيد عليكم وتقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه العيد، فالعيديه بتاعتها ان هي عامله اي برودكت من عندها ب 120 جنيه بس. اي برودكت مهما كان سعره فهو ب 120 جنيه بس. يعني مثلا فيتامين سي بتاعهم ب 290 جنيه، لكن هتاخديه ب 120 جنيه. مفيش فيتامين سي في العالم ب 120 جنيه ابدا. الغسول بتاعهم ب 120 جنيه، السان سكرين ب 120 جنيه، مفيش سان سكرين في العالم ب 120 جنيه، المسترايزر المرطب بتاعهم برضو ب 120 جنيه. اي برودكت هتاخديه ب 120 جنيه، ودي العاديه بتاعه كليو. انا بقالي فتره كبيره بستعمل منتجات كليو. انا عارفه انها زمان ما كانتش احلى حاجه، بس دلوقتي فعاله وتحفه، وبقالي كتير قوي بستعملها. يعني مثلا نيجي نبص على الغسول القمر ده، ينفع لكل انواع البشره، بستعمله مرتين في اليوم، مش بيجفف البشره، كمان حجمه كبير جدا، بيقعد معايا بالشهرين اصلا. فتخيلوا القمر ده ب 120 جنيه بس. المرطب ده ينفع جدا للبشره الجافه، وينفع جدا لكل انواع البشره لو هتستعمليه للجسم. عايزه اقول لك من كتر حلاوته انا اصلا خلصته وبحبه جدا. ده بقى من وقت ما استعملته وانا ما بعرفش اعيش من غيره، كل يوم بحطه 3 4 مرات في اليوم، البشره بتمتص بسرعه جدا، برطب بيه جسمي وايدي كمان، حلو حلاوه مش طبيعيه. كمان عامله اوفر اجمد من اللي فات، خليكي نصحى وخدي اي 3 برودكت من عندهم عليه الرابعه هديه. اي 3 عليهم الرابعه هديه، يعني ممكن انتوا مجموعه اصحاب مع بعض تشتركوا مع بعض وتجيبوا الحاجات القمر دي الواحده ب 90 جنيه. مفيش كده دلوقتي خالص يا بنات الاسعار دي، فنستغل العرض لان العرض ده في العيد بس، وبعد العيد مفيش الكلام ده. وهنزل لكم دلوقتي الويب سايت بتاعهم بكل الاسعار افتر وبيفور. كليو عامله لكم ايه بقى العيديه بتاعتها والدلع بتاعها، انه اي برودكت مهما كان ايه ب 120 جنيه بس، وكمان اي 3 برودكت هتاخدي عليه الرابعه هديه. انا عندي الاربعه دول بستعملهم بقالي كتير، والاربعه احلى من بعض. نستغل بقى العرض ونجمع صحابنا ونجيب عرض الاصحاب القمر ده قبل العيد ما يجي. اوكي، باي.